فلنتصور الحالة الآتية: أنت طالب سادس، تخرجت من السادس وردت أن تلتحق بكلية، اللغة مال هذه الكلية أو الدراسة مال هذه الكلية تكون باللغة الإنجليزية، أو أنت شخص لم يسبق لك التعامل مع اللغة الإنجليزية وحبيت أنه تقبل على اختصاص يكون هذا الاختصاص باللغة الإنجليزية. ففكرت، قلت أنه أنا ليش ما أروح أخذ مثلا سنة أو سنتين، مثلا أخذ فد وقت معين أحفظ بي قاموس اللغة الإنجليزية كله، حتى لما أقبل على هذا الاختصاص أوكي أو هاي الكلية أنه أكون أني قادر على التعامل مع أي نص باللغة الإنجليزية. فالسؤال هو: هل إذا أني قرأت أو حفظت القاموس، قاموس اللغة الإنجليزية، رح يوصلني هذا للنتيجة أنه أنا قادر على فهم أي نص باللغة الإنجليزية؟ للإجابة على هذا السؤال بشكل مختصر، لا، مو بالضروري. ما رح يوصلني حفظي الكامل لكل المفردات اللي ممكن تكون بالحياة عن اللغة الإنجليزية اللي يوصلني إلى أنه أنا أقدر أفهم أي نص باللغة الإنجليزية. هذا الشيء ما رح يوصلني لهذا الشيء. هذا بشكل مختصر. أما بشكل تفصيلي حتى نعرف شنو السبب وليش وشنو الموضوع بشكل كامل، نتابع الفيديو. مساء النور شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني، وياكم عبد الرحمن، طالب طب من جامعة الكوفة. مو فقط من جامعة الكوفة، كنت درست قبل بالجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية بلبنان، زيادة بلبنان، وانتقلت بعد هذا إلى دراسة أو إكمال، خلينا نقول إكمال الطب بجامعة الكوفة. التجربة أو عنوان الفيديو مثل ما شفنا في بداية الفيديو بالمقدمة البسيطة اللي كانت عن هذا الفيديو، إنه الفكرة إنه أنا أريد أفهم إذا أنا حفظت القاموس رح أقدر أفهم أي نص باللغة الإنجليزية. قبل أن أجاوب على هذا السؤال، لازم تعرفون أنه أنا مو اختصاصي لغة الإنجليزية، مو أستاذ أنا باللغة الإنجليزية. فاحترامي الكامل للأساتذة اللي نتعلم من عندهم، أساتذة اللغة الإنجليزية اللي نتعلم من عندهم اللغة، ولكن كتجربة حبيت فقط أنقل تجربة أنا كان عندي هذا التساؤل دائما وجاوبت عليه على مرور فترات أوكي من حياتي الدراسية، جاوبت عليه. فحابب أنقل هذه الإجابة من عندي لكم. قبل أن نجاوب على هذا السؤال بشكل تفصيلي، أوكي، ننتقل إلى تجربة لطيفة، أو خلينا نقول يعني موقف صادفني أحد أقربائي طالب سادس أو طالبة سادس. صراحة هذه الطالبة إنه تحدثت أنا وياها عن الروايات، إنه روايات باللغة العربية طبعا، روايات وإلى آخره، وأنه هي تحب تقرأ روايات ولكن ما تفهم روايات. طبعا تحدثنا على رواية، الرواية بسيطة يعني، رواية لطيفة ومشهورة، الجريمة والعقاب. هذه الجريمة والعقاب رواية أنه أنا أعتبرها اللغة مالتها طبعا هي اللغة العربية بسيطة ومترجمة في طريقة لطيفة، بحيث أنه الصفحة تخلص به بدقائق بسيطة، دقائق معدودة بسيطة، وتنفهم بسهولة. هذا أنا اللي كنت شايفه. طبعاً قريبتي امرأة ثانية عبارة عن ربة بيت، تحصيلها الدراسي ثالث متوسط، تقرأ روايات وتحدثت عن تجربتها بالروايات، ولاحظنا أنه تجربتها كانت يعني منذ أن بلشت بقراءة الروايات أنه كان إلها قدرة على فهم الرواية واستيعابها والنقاش بها، أنه ناقشنا بنفس هذه الرواية، ناقشنا بها. فكمقارنة ما بين هؤلاء الحالتين، طبعا هي طالبة السادس أكيد بعمر 17 سنة، هذه المرأة المتزوجة يعني ربة بيت عمرها 25 سنة، بهذا القدر 25-26 ما متأكد. مهم، فكمقارنة ما بين هذولا الشخصيتين، ليش طالب السادس ما قاعد يفهم الرواية مع أنه تحصيل الدراسي أقوى، وهذه ربة بيت اللي هي بتحصيل ثالث متوسط أنه قادرة على فهم والاستيعاب الروايات، على الرغم من أنه هي ما تقرأ الروايات بكثافة كبيرة،
كل اللي قاريته روايتين أو ثلاثة، إنه جرم العقاب جزئين وقريت لها كتاب ثاني بهذا المعنى يعني. فكاستغراب من عندي أبديت استغرابي، لاحظت إنه هذه طالبة السادس ما عندها مهارة القراءة، ما عندها مهارة بالقراءة. أكيد عندها مفردات وتناقش هماتين، إنه مثلا تناقش بالقواعد، إنه يعني لاحظت إنه عندها قواعد باللغة العربية إنه جيدة من هاي طالبة سادس. أما هذه الأخرى إنه تناقشها بالقواعد إنه ما رح تعرف بالقواعد بقدر معرفة طالبة السادس بالقواعد، ولكن هذه تفهم الروايات وتستوعب وتناقش بين وتستنتج وتحلل. أما هذه الصفحة تفهمها، ما أعرف شلون تفهمها، مو مهم. طبعا سوينا تجربة وجبنا روايتين ويعني قصفتهن اثنيناتهن، وأكثر شيء كانت طالبة السادس المواليد 2000 انقصفت بشكل جيد. فكملخص عن هذه القصة والقصف واللغة العربية والروايات، أنه بشكل مختصر تماما طالبة السادس ما عندها مهارات بقراءة الروايات وقراءة النصوص العربية والتحليل والاستنتاج من عندها، بينما هذه الإنسانة المبدعة الثانية هي ربة البيت عندها قدرة وعندها يعني فن بالاستنتاج والتحليل، وشي مبهر صراحة. الآن ننتقل بحديثنا للغة الإنجليزية، هو موضوعنا الأساسي بهذا الفيديو، نترك اللغة العربية. تجربتي عن كتاب السيل بيولوجي، أنا هذا الكتاب صار ذاكره هواي بكثير من الفيديوهات. إذا هذا أول فيديو تشوفه أدخل على القناة وقلب بيها وشوف هاي القناة محتواها بالضبط شنو، تعرف علي أنا شخصيا، أنا ليش دا أتحدث عن اللغة الإنجليزية وليش دا أطرح تساؤل هاي إذا كان أول مرة تشوف قناتي. طيب هذا الكتاب السيل بيولوجي يعتبر من الكتب اللي تحمل لغة علمية إلى حد ما صعبة، صعبة على طالب انه متخرج من الاعدادية مباشرة رح يلتحق بدراسة الكلية. طبعا هذا الكتاب عبارة عن كتاب لبناني الاصل، اوكي لبناني الاصل، انا كنت بالعراق وهو كتاب لبناني، تعرفنا على بعض بتقد 2016 او 2015 سوري، بنهاية 2015. هذا الكتاب مثل ما قلت انه يحمل لغة علمية لحد ما صعبة. فطبعا أنا هذا أول كتاب إلي أتعامل وياه باللغة الإنجليزية بغض النظر عن الكتب، الكتاب الإنجليزي اللي كنا ندرس، كتب الإنجليزي اللي كنا ندرسها بالمدرسة، إنه جاء كتب علمي، كتاب علمي باللغة الإنجليزية، فحبيت أجاوب ولكن بشكل مختلف يعني على التساؤل اللي كان ببداية هذا الفيديو. إذا أنا جيت قرأت كل، حفظت كل المفردات اللي موجودة بهذا الكتاب، تصورت انه خلص انا اصير قادر على فهم اي نص موجود بهذا الكتاب، قادر على فهم هذا الكتاب، فاعتبرت انه النصوص الانجليزية الموجودة بالعالم كلها تمثلت بهذا الكتاب، والقاموس تمثل بالكلمات والمفردات الموجود بهذا الكتاب، فحفظت كل الكلمات والمفردات الموجودة بالعالم وجيت اريد اقرأ كل نصوص العالم. اوكي فبلشت أقرأ بهذا الكتاب، أول صفحة أخذت ساعة وما فهمتها صح، ثاني صفحة أخذت تقريبا هم ساعة ولكن بدأ شوية توضح الأمور أكثر، ثالث صفحة يعني الأمور تحسن شوية تتحسن، ولكن على فرض أنه أنا عندي أول فصل هو عبارة عن ورقتين ونص أو هيك شيء، وأول فصل هو عبارة عن تاريخ الخلية وأشياء أنه يعني أشياء عامة أساسا مو لغة علمية، بعد ما دخل ديب وأخذت بي أنه ما يقرب اليومين، طبعا ما كملت بيوم واحد لأنه جزعت صراحة لأنه يقرب ما أفهم ما أستوعب بسهولة، فتركته لأول يوم. طبعا هذا وين نتكلم، وين أنا حفظت الكلمات بطريقة احترافية، فعليا احترافية حفظتهن، أنه سويت طبعا جدول ببرنامج الوورد أنه كل كلمة ومعناها وراجعت الكلمات كلهن يجي 5000 مرة، أوكي؟ فكنت إنه اللفظ لفظي صحيح، لفظي صحيح، المعنى حافظه، ولكن من جيت أريد أربطه بنص، لقيت ضعف ملحوظ، ضعف ما يمكنني من إنه أني أروح لكلية، لجامعة تتحدث باللغة الإنجليزية، دكاترتها وطلابها يتحدثون باللغة الإنجليزية،
لازم أنت تكتب باللغة الإنجليزية، تقرأ باللغة الإنجليزية، تتعامل مع اللغة الإنجليزية، تتعامل كل اللي تحتاجه تتعامله باللغة الإنجليزية بهذا المعنى. فلاحظت أنه أنا ما مؤهل لهذا الشيء، وطبعا قراءتي لهذا الكتاب كانت بالجامعة. يعني أنا كل اللي سويته، طبعا قعدت سنة بالبيت، كل اللي سويته أنه أنا حفظت كلمات أكبر قدر ممكن قدرت عليه من كلمات حفظته. لما رحت تعاملت مع النص لاحظت أكو ضعف، لا أنا ما قاعد، لا أنه الفكرة اللي كانت ببالي أنه أنا أحفظ كل الكلمات وراح أقدر أتعامل مع أي نص موجود بهذا الكتاب كانت خاطئة. فبالنهاية تابعت طبعا، قرأت أول فصل، كان صعب وكان محبط جدا. فكرة أنه أنت يعني غيرك يقرأ بسلاسة، أنه يعني بالنسبة إلى أنه يعني ورقتين ونص باللغة الإنجليزية أنه خلصنا بساعة، أقل من ساعة حتى، بينما أنت لا، أنه أنت قاعد تأخذ يوم ونص. فبالنهاية شيء جدا محبط. تابعت أكيد يعني، وما عندي حل ثاني غير أنه أتابع. تابعت الفصل الثاني، الفصل الثاني كان مختلف، دخل أعمق كلغة علمية أعمق، لكن كان إلى استراتيجية مختلفة، اعتمدت استراتيجية مختلفة. شنو هي الاستراتيجية؟ أنه أدقق أكثر بالنص وحاول أفسره بطرق مختلفة، أحاول أعتبره لغز، أعتبر النص لغز، أحاول أفسره. أنا عندي كل المفردات اللي أحتاجها، ولكن كربط ما بين المفردات كانت إلى حد ما صعبة، ولكن استمرت بالموضوع، استمرت بالموضوع وكمل الفصل الثاني، انتقلت للفصل الثالث، بدأت الأمور شوية تتطور، ولكن بقى أنه المشي يعني الخطى ما كانت ثابتة جدا. دائما أحس أنه أنا كل صفحة أقراها أنه أنا ما فاهم تماما الصفحات اللي قبلها، أحس أنه أكو ركاكة سواء كان باللغة ولا بالعلم. لأنه إحنا شلون نفهم العلم؟ نفهم العلم عن طريق فهمنا للغة، اللغة هي الأداة اللي نفهم بها الأشياء. طيب أنت هسه قاعد تسمعني وقاعد تفهمني لأنه أنت تفهم اللغة العربية، لو أجيب أجنبي أنه حافظ قاموس اللغة العربية ويقعد أنه يسمعني ما رح يفهم هذا كلامي، لأنه هذا الكلام مترابط بسياق معين. أنت لازم تكون عندك مهارة للاستماع، ولكن الاستماع باللغة العربية حتى تفهم هذا الكلام اللي قاعد أتحدثه. فكانت تقريبا نفس المشاكل كنت أواجهها، وكلها دفعة واحدة، لأنه الدكتور يتحدث باللغة الإنجليزية ما رح يتحدث باللغة العربية، الطلاب يتحدثون باللغة الإنجليزية، الكتاب باللغة الإنجليزية، كل شيء حولك باللغة الإنجليزية، وأنت عندك ضعف باللغة الإنجليزية. فبالنهاية أنت عندك ضعف بالتواصل مع الأستاذ، مع الطلاب، مع الكتاب، كل هاي الأمور ضعف، سواء كان الاستماع، القراءة، كل هاي المهارات عندك ضعيفة. شوي شوي طبعا بدأت تتطور. أول شيء طبعا ركزت على مهارة القراءة، لأنه هي كانت أكثر شيء بالنسبة إلي لازم يتطور. أوكي أنا ما فهمت من الأستاذ، الطلاب مو ضروري هسه أتعامل وياهم، الكتاب لازم على الأقل أنه يكون نقرأ الكتاب أفهمه، أنه هذا البيسك. طيب باشرت بالموضوع، كملت يعني تابعت بالموضوع، كمل الفصل الثالث. بعد ذلك صراحة أنه لاحظت أنه أنا ما قاعد أقدر، يعني مهما كنت مو مثل باقي الطلاب. وبهاي اللحظة أصابني إحباط، مو على مستوى هذا الكتاب وعلى هاي المادة، لا، إحباط على مشروعي بالكامل، إنه مشروع السفر والدراسة وكذا. وقلت إنه أنا مو قد الطب، مو قد هذا الطريق، هذا الطريق مو إلي. كان إحباط استمر لي أسابيع صراحة. المهم إنه ما طول عليكم السالفة، وصلت إلى قبل الامتحان ثلاثة أيام. طبعا أنا كنت كل هذا الوقت مترك الأمور تماما، ولكن هذا الكتاب صراحة تركته تماما. انتقلت إلى كتب ثانية، كتب كانت لغتها العلمية أسهل وأسلس، فتابعت ويا تلك الكتب. بعد أن صادف أن امتحان بهذا الكتاب بعد ثلاثة أيام بعدي، تخيل أنه من الآن بعد ثلاثة أيام عندي امتحان بكتاب، أصابني الإحباط من عنده لدرجة أنه تركته بعد ما أقرأ. رجعت طبعا لهذا الكتاب بظرف ثلاثة أيام.
الكتاب عبارة عن 14 فصل، أنا كنت قاري 3 فصول. الفصل الأول ما كان داخل أساساً بالامتحان لأنه عبارة عن تاريخ الخلية، أعتبره شيء مو مهم أبداً. الفصل الثاني كان مهم من أهم الفصول. الفصل الثالث كان إلى أهميته ولكن هو مو من أهم الفصول وكان بسيط. فبالنهاية أنه يعني شو نقول تعاملي ويا هذا الكتاب يعني ما كان بالمستوى اللي يخليني أنه أكون بروفيشنال بي، محترف بي. مهم، خلال 3 أيام كملت ما تبقى من هذا الكتاب، واستغربت أنه أنا يعني صارت عندي قدرة ومهارة على أنه أقرأ هذا الكتاب. النص صار أيدي، يعني صار ماكو فرق بين قراءتي باللغة العربية وقراءتي باللغة الإنجليزية، عدا أنه أحيانا بلحظات معينة أنسى كلمات، معاني كلمات، أرجع موجود عندي قاموس الجوجل ترانسليتر، أستخدمه جوجل ترانسليتر، أرجع أستخدمه وأنه أفهم من عنده وخلاص أنه أتابع. وأحيانا بلحظات معينة حسيت أنه أنا هاي الكلمة حتى لو ما أعرف معناها مو مهم، صرت أتابع. صارت أنه يعني على مستوى 11 شابتر مهمات وبين معلومات قوية قوية، يعني أنه السيل بيولوجي مو بالشيء القليل صراحة، وبهواي مصطلحات وهواي مفردات. وأنت عندك امتحان بالنسبة لهم باقي الطلاب اللبنانيين، هذا الكتاب أساساً مأيسين أنه ينجحون به، لدرجة أنه لما نجحت به استغربوا. أنت اللي كنت تعاني من اللغة الإنجليزية وتعاني وتعاني، أنه صرت بالنسبة لك أنه يعني أنت تنجح به وإحنا ما ننجح به. طبعاً هم نجحوا باقي المواد وأنا رسبت باقي المواد ولكن نجحت بس بهذا. مهم، فهي هاي التجربة بحد ذاتها، هي هاي التجربة اللي أثبتت لي عملياً أنه مهارة القراءة شيء وحفظ المفردات شيء ثاني. لو كنت استغنيت عن جزء كبير من المفردات بالمقابل أنه يكون عندي مهارة، يكون أنه أني يعني بهذه السنة اللي قعدتها بالبيت أنه أثريت مهارتي، قويت مهارتي بالقراءة، كان راح يكون أفضل بكثير. وعلى هذا انتقلت لكتاب، طبعا هذه من التجارب أيضا اللطيفة، رواية، خلي أجيب لكم كتاب وجي. هذه هي قصة باللغة الإنجليزية اسمها Dragon's Eggs. شو معناته Dragon's Eggs وشنو هاي القصة؟ صراحة القصة من الأشياء صراحة مشوقة، يعني كلش حبيت هاي القصة، قصة كفاحة على فكرة. يعني هذه القصة كتاب من 96 صفحة، ما شاء الله نفس مواليدي، 96 صفحة، انه يعني الصفحة كمية الكلمات الموجودة بها مو بالقليلة. اوكي، هذه اخذت من عندي 5 ساعات حتى اكملها، كانت على مدى الـ5 ساعات. طبعا 5 ساعات يعني وقت انه قرأتها مدة 5 ساعات واهملت صراحة بدراستي البقية، ولكن صراحة كان كلش مشوق فما قدرت اتركه. المهم، على مدى هذه الـ5 سنوات كانت فكرة متواصلة، كان الدماغ شغال على الفهم، فكرة امتدت على مدى 5 ساعات، فكان صراحة شيء تجربة كلش لطيفة. فعليه كملخص كامل لهذا الفيديو بأكمله، انت اذا حفظت قاموس اللغة الإنجليزية أو حفظت كل الكلمات الموجودة على وجه الكرة الأرضية اللي ممكن تمر على البشر، أوكي، باللغة الإنجليزية، وجيت أنه باعتبار أنه أنت خلص قرأت كل كلمة موجودة وحفظتها، أنه أنت راح تفهم النصوص. غلط، ماكو هيجي شيء. فالطريقة المثلى حتى تكون اللغة الإنجليزية عندك تمام مشت، لازم تتعامل وياها على أساس عدة مهارات. عندنا مهارة القراءة، مهارة الاستماع، مهارة التحدث، دنيا أبرز المهارات، مهارة الكتابة طبعا. الآن الكتابة خليها على جنب شوية، نراعي باقي المهارات. أول مهارة أنا نصحك أنه تراعيها القراءة. القراءة هي أهم مهارة، أول مهارة أنت محتاجها، وكطالب طب أنه بتعامل مباشر وياها أنه لازم مهارة القراءة تكون عندك تمام. فحتى يكون مهارة القراءة بشكل جيد وتستمر بيها بشكل جيد، أنه تبلش تقرأ، أنه ممكن تبلش تقرأ قصص،
ماكو مشكلة، وشي جميل وشي لطيف. ليش؟ لأنه القصص رح تساعدك بأنه هذا التواصل، هاي التواصل الفكرة ظل متواصلة بدماغك، هذا الشي رح يساعدك، القصص رح تساعدك. صح القصص يمكن تكون شوية مفرداتها باللغة الإنجليزية شوية تكون صعبة، لأنه هي الغاية منها، يعني دائما نشوف أنه كل فصل دائما لازم أكو كلمات جديدة أنت تعرف عليها، بينما لا، بالكتب العلمية لا، مو ضروري. يمكن تقرأ أول 3 فصول من المصدر وتكون تقريبا أنه حويت أغلب المفردات اللي محتاجهن، صير أنه بعد ترجمة ما رح تصير كلش مهمة، لأنه أساسا المصادر تعتمد هي هاي الطريقة. لأنه تدري أنه مهما أي إنسان على وجه الكرة الأرضية الآن محتاج بعد يتعرف على كلمات جديدة، فالمصادر العلمية والكتب العلمية تأخذ هذا الشيء بنظر الاعتبار. الكتب العلمية الغاية عندها أنه توصلك أفكار علمية، مو غايتها أنه تطورك باللغة، فرح تستخدم لغة إلى حد ما ما تكرر هواي بالكلمات، تستخدم لغة تحاول تبسطها إلى أكبر قدر ممكن حتى توصل الأفكار، حتى يكون تركيزها على توصيل الفكرة العلمية. بينما هذه الكتب ما راح تكون الغاية الأساسية عندها توصيل القصة، ممكن أنه شخص يجي يعيد صياغة هذا الكتاب، نصوص هذا الكتاب يعيد صياغتها كلها بلغة أبسط من هذا، ولكن راح نفقد مهارة القراءة. هذا راح يقوي مهارة القراءة عندك أكثر من لو كان أبسط، لما يصير أبسط ما راح يقويها لهذا المستوى. فهي هاي كل الفكرة، أنت بلش تقرأ، الغاية الأساسية أنه تروح تقرأ. طيب ما أنا أساسا ما عندي مفردات، صح أنا وياك كل إحنا محتاجين دائما أن نطور مفرداتنا، ولكن طبعا أنا تحدثت عن هذا الشيء مسبقا، هذا يمكن الفيديو الرابع عن اللغة الإنجليزية، تحدث بي عن اللغة الإنجليزية ونعطي تجاربي باللغة الإنجليزية، فراح يكون الرابط بأعلى يمين الشاشة، يمكن ما رح يظهر هسه، ولكن انت بيع على يمين الشاشة اكو دائرة مكتوب مرسوم بها اي ومكتوب بها اي، انه انقر عليها رح تطلع عندك عدد من المقترحات، يمكن توصل 5 مقترحات، انت قلب بيهن، واكو فيديو كيف تتخطى حاجز اللغة الانجليزية، فيديو من 1 ساعة و23 دقيقة على ما اعتقد، او 30 دقيقة ما ادري، ولكن ما يقرب 90 دقيقة، صحيح مبالغ بالوقت، ولكن اخذ الفكرة من عنده، شيء لطيف. طيب اقرأ، مهم انه تقرأ، حتى لو ما تحفظ لا تحفظ، حتى لو ما تحفظ كلمات لا تحفظ هسه، خذها من عندي لا تحفظ هسه، اقرأ، قوي مهارتك بالقراءة، مهارة القراءة هي اللي راح تحفظك الكلمات. بعدين انه ارجع للكلمات، ارجع لها، احفظها بشكل منفرد، ولكن مثلا انه انا لما اجي انه مثلا مفردة معينة، طبعا المشكلة انه بهذه الصفحة grass مثلا، هاي grass أنا ما أعرف هي شنو بالضبط، mat ما أعرف شنو بالضبط، فأروح أترجمها وأرجع من الترجمة عندي بالنسبة إلي حتى أستمر بالنص. بعدين راح أروح هاي الكلمة أتعامل، طبعا لو تلاحظون ما أعرف قاعد تشوفون ولا لا، ولكن عبارة عن 5 أو 6 كلمات بهاي الصفحة أنا ما أعرفها، ما كنت متأكد من عدها. لوندري يعني هي لفظها بهذا المعنى، فكلمات يعني ما كنت أعرفهن، ترجمتهن عبارة عن 7 كلمات بالصفحة الأولى، ترجمتهن واستمرت. أكو كلمات مرت علي إنه ما أعرف معناها بس ما احتاجت أترجمها، عرفت معناها من النص عرفت معناها، كان حاجة فقط لللفظ، وأكو أحيانا ما أحتاج اللفظ، يعني تكون كلمات phrasal verbs فما احتاج انه اترجم، يعني ما احتاج لفظا بالنسبة لي مفهوم بهذا المعنى. هاي كل اللي انتم محتاجين، فاخترق، جاوز الامور، اخترق شنو؟ جاوز الامور واقتحم الكتب، وتعرف على المفردات من خلال النصوص، اقرأ النصوص، غذي مهارتك بالقراءة، هذا الان هو المهم عندك. أوكي، هو هذا المهم عندك، المهم أنه تفهم النص كحفظ للكلمات، حيكون عن طريق النصوص، لأنه أنا لما أقرأ هاي الكلمة، لما أحفظها عن طريق نص، أنه أقول هاي الكلمة مثلا أنه found. أوكي، found شنو معناتها؟ found ممكن تجي أنه هي الماضي مال find، ممكن تجي أنه هو يؤسس،
اوكي يؤسس. طيب فاوند يؤسس، وتجي استابلش ايضا يؤسس. شنو الفرق بيها؟ شنو الفرق ما بيناتهم؟ هاي الفروق وهاي التفاصيل عن الكلمات افضل طريقه لفهمها عن طريق النص نفسه. فتابع، تابع بالنص، اقرا النص، هو هذا المهم. هنا اعتقد طولت بما فيه الكفايه، نلتقي بفيديو اخر.